شارع باسمه، وبعدين معانا اتفاق عند الباجي تأبين، وعرض لي صور وفيديوهات وتأبين الشهداء الكل للأكل، تأبين الشهداء الكل. واليوم لو الدموع اللي عنا راهي دموع فرحة ودموع فخر، زدوا فخر بيهم لخاطر تحداهم، خايفين منهم وهما موتا، خايفين منهم وهما حيين، الزوز خايفين منهم وهما حيين وخايفين منهم صفوراتهم. العوزة هذي اللي قاعدين يتحدوا فيهم، وحتى هما في الشبانة يتحداوا فيهم، يتحداوا فيهم زملائهم، يتحداوا فيهم كفاحهم، يتحداوا فيهم حبهم لتونس. والحمد لله خايفين من العباد اللي حي وخايفين من العباد اللي يموت. هم الذين يريدون أن يحاربوا الإسلام باسم الإسلام، هؤلاء الذين صنعهم اليهود وصنعتهم المخابرات ويريدون تخريب بلادنا. فلا بد أن نتحد مع جيشنا ومع أمننا يدا واحدة، ولن يمر في هذه البلاد أبدا. وأسأل الله تعالى أن تكون هذه آخر شهادة في تونس بإذن الله.